خطة كاملة، حتجيك بعد الخيارات اللي لها علاقة بالنسخ واللصق أو الديليت. لو رحتوا عملتوا تاب بشكل مستمر بشكل كونتينيوس لصورة موجودة عندكم بالاستديو، نجرب نشوف شو بيظهر لنا. لو رحنا على الجاليري وضغطت أنا ضغطة مستمرة على صورة من الصور، ظهرت لي مجموعة اللي هي Add to Album, Creativity, Send, Delete. هذول كلهم شورت كاتس. كيف ظهروا لي هاي الشورت كاتس ايكونز؟ عن طريق اللي هو الضغط المستمر على الملف او على الصورة او على البرنامج اللي انت بدك تتعامل معه. طيب نيجي لأيقونة مهمة جدا اللي هي الشير اكشن. يعني هنا اذا انتم ملاحظين برضو بالاكشن بار فوق في موجودة عندي أيقونة الشير، هيك بكون شكلها في حالة الأندرويد. The share action display downward in Android. مجرد ما أضغط عليها بتظهر لي قائمة منسدلة للأسفل، هذا المقصود بال downward in Android. Upward in iOS. في الآي أو إس لو ضغطت على الشير أيقونز هي بتكون بالأسفل، لو ضغطت عليك حيظهر لك قائمة للأعلى. and appears in full screen in Windows Phone. برضو لو ضغطنا على نفس هاي الأيقونة اللي بتكون موجودة بالأسفل في حالة الويندوز هتظهر لي full screen، قائمة full screen بالطريقة هاي. وين أنت بدك تعمل شير لهذا الملف؟ باستخدام البلوتوث هتبعته بالإيميل عن طريق الهوت ميل، ولا بدك تعمل له شير عن طريق الفيسبوك؟ يعني بيعطيك مجموعة من الخيارات. طبعا هنا بتظهر لي قائمة منسدلة موجود فيها خيار برضو البلوتوث، الجيميل لو انت بدك تبعته عن طريق الايميل، برضو الفيسبوك. لو بدك خيارات اكثر بدك تضغط على سي اول. هذا الشكل موجود وين؟ بالاندرويد، هذا موجود بالايفون، هذا موجود بالويندوز فون. ليش بتعطينا كل هاي التفاصيل؟ يعني احنا ممكن نلتخم هيك، انت بتعطينا تفاصيل كثير. بنعطيكم تفاصيل كتير عشان لما بدكم تصمموا هذا الزر اللي بيعمل لي شير داخل الابليكيشن بدك تتبع نفس السياسة اللي متبعها الاوبريتنج سيستم. اذا انت بتصمم لاندرويد بده يكون شكل الايقونة نفس الشكل هذا وموجود في اعلى التطبيق، ولما تظهر قائمة منسدلة بدها تظهر بالطريقة هاي. هذا له علاقة بالانتيوتيف تبع اليوزر، هيك اليوزر متعود. يعني بشكل بديهي لو اليوزر بده يعمل شير للابلكيشن او لعنصر موجود في الابلكيشن اللي انت قدمته له وعملت بروبوز له، حيروح مباشره ينظر للاعلى اذا هو بيستخدم اندرويد، لانه متعود يلاقي هاي الايقونه او هذا الزر موجود بالاعلى. لو هو بيستخدم اللي هو الاوبريتنج سيستم الاي او اس بده ينظر للاسفل. ما تخليش اليوزر ينظر للاعلى وما يلاقيش الايقونه، هيك بتكون انت ارتكبت مشكلة في التصميم أو في عملية التصميم، لأنك أنت هيك خذلته لليوزر لأنه هو متعود وما عملتش ريسبكت للنولج تبعته. هو عنده نولج مسبقة لازم أنت تحترمها. طبعا هذه النولج الموجودة عنده هي تراكمية، بمعنى أنه هو استخدم هذا الأوبريتنج سيستم اللي اسمه أي أو إس لفترة طويلة من الزمن، لست شهور لسبع شهور، وانت جيت نزلت او عملت بروبوز لتطبيقك بعد الشهر السابع، يعني له سبع شهور متعود على آلية معينة في التعامل مع هاي الايقونات وبيعرف مكان كل ايقونة وين موجود. فانت لازم تعمل ريسبكت للنولج هاي الخاصة بيه. عشان هيك معظمنا بيتضايق لما بيغير الجوال، يعني لما بنشتري جوال جديد بدنا وقت او بدنا فترة من الزمن نتعود وين هاي الايقونات اللي انا حافظ مكانها كنت في الجوال القديم اللي كانت موجودة معي. كيف بدي أروح أعمل هذا الأكشن؟ شو هي الخطوة الأولى؟ شو هي الخطوة الثانية؟ فهذا الأمر مهم جدا. The share action display downward in Android, upward in iOS. Display downward بعد عملية الضغط، مقصود إن أنا بيظهر لي قائمة للأسفل، بعد عملية الضغط على أيقونة قائمة للأعلى، full screen في حالة الويندوز فون. Sharing is probably
one of the most popular action today. عملية الشير ومشاركة طبعا موجودة في كل التطبيقات بتكون via Facebook, Twitter, text message, etc. Operating system have taken note and integrated sharing option according. يعني كل operating system له نظام شير زي ما تعرفنا عليه وزي ما شفناه بهاي الصورة، لازم احنا نتبع نفس الشكل ونفس المظهر ونفس الاكشن بنفس التسلسل اللي موجودها. طيب السيرش ايكون اللي بيكون برضو موجود بالاكشن بار، taking into account that one of the main uses of mobile devices is content consumption. يعني المعضلة او البيج ديليما اللي بتواجه معظم المصممين هو حجم الشاشة الصغير، لانه ما بيكونش عنده اريحية انه يضيف كل الايقونات او يضيف كل الكونتنت، المقصود بالكونتنت المحتوى اللي موجود داخل التطبيق. فبالتالي واحنا احيانا بنستخدم السيرش بشكل كبير، يعني انا شخصيا في الكمبيوتر لما اجي اسمي الملفات بسميها باسماء ذات معنى. يعني انا عمري ما رحت على ملف او حفظت مكان ملف موجود بالدي ولا بالاي، يعني ما بروحش هيك على السي وبعدين بروح على الدي وببحث عن مجلد معين، لا انا بسميهم باسماء لها معنى وبروح مباشر على السيرش ايكون، بضغط بالويندوز وبضغط على الملف او بضغط باول ثلاث، بكتب اول ثلاث احرف انا سميت فيها هذا الملف فبيظهر لي اللوكيشن تبعه. يعني لو بدي ابحث على اكزام بضغط بالطريقه هاي، بكتب اول ثلاثه او بكتب كلمه اكزام بيعطيني كل الملفات اللي بتحتوي او اللي اسمها اكزام. هذه طبعا اسهل لي من ان انا اروح ادور بالدي او بالاي وبالبارتيشنز هاي. وهذا نفس الامر موجود، السيرش بار لازم يكون موجود عندنا بالابلكيشن. ليش بنستخدمه؟ بنستخدمه لانه احنا ما بنقدر نعرض كل الكونتنت لليوزر مره واحده على الشاشه، واليوزر ممكن ما يكونش عارف كيف بيصل لايقونه معينه او كيف يعرف اكشن معين، فهو بروح بيبحث عن هاي الايقونه، بيبدأ يبحث وبتبدأ النتائج تظهر له. طيب الـ search is located in the upper part in Android. هذا الـ search أو محرك البحث بنضيفه في أعلى الشاشة إذا كان عندي أندرويد، إذا كان عندي iOS برضو بنضيفه في أعلى الشاشة، لكن بيختلف. يعني هنا بالأندرويد شكله بالطريقة هاي، لازم تصممه بنفس الطريقة في الأبليكيشن، شكله بالطريقة هاي في الـ iOS لازم تصمم نفس الشكل هذا في حال كان عندك iOS. طبعا بالويندوز برضو لازم تصممه بالشكل هذا. طبعا احنا دائما بنركز على الاندرويد والiOS لانه استخدام الويندوز فون بيكون قليل جدا. A search can be performed by introducing text. يعني احنا كيف بتتم عمليات البحث؟ عن طريق كتابة نصوص، the most common method, or by voice أو عن طريق الصوت. يعني احنا احيانا في بعض ناس مثلا على الواتساب لما بدنا نبعث مسج مثلا لصديق معين، في بعض ناس ما بيحبوا يكتبوا بالكيبورد، فبروحوا بيكتبوا او بيبعتوا او بيعبوا هذا الحقل عن طريق الفويس، يعني بيضغطوا على الايقونة الخاصة بالمايك وبسجلوا مقطع قصير وبيعملوا ارسال له. حتى الاطفال اليوم صعب على الاطفال لما يروحوا على اليوتيوب يكتبوا تكست على اسم مثلا الكرتون اللي هم حابين يحضروه، شو بتلاحظوا الاطفال بيعملوا؟ بروحوا بيضغطوا على المايك وبيحكوا اسم الكرتون او اسم الموفي اللي هم حابين يشوفوه. يبقى التطبيق اللي انت بدك تقوم بتصميمه بده يكون يدعم هاي الشغلتين، بده يدعم انه اليوزر بده يدخل تكست عن طريق الكيباد الخاصه بالسمارت فون او عن طريق الصوت. طبعا الامر بيتعدى هذا الاشي، يعني في بعض الحقول حتى بتقبل انه انت تدخل مثلا الكوماند كصورة او ممكن تدخل كفيديو. Whenever possible it is best to show results as the user writes out the inquiry in order to improve experience. Ideally بشكل مثالي the wait time from data input to result should not exceed 1 or 2 seconds. النتائج لازم تظهر في تطبيقك من ثانية لثانيتين،
إذا تعديت الثانيتين بكون في عندك مشكلة بالبرفورمانس. فلما بدك تيجي تصمم بدك تاخذ بعين الاعتبار انه محرك البحث هذا تحطه في مكان مناسب في على الشاشة. لو انت بتعمل للاندرويد الزر بده يكون بيحتوي على ايقونة خاصة بالكتابة للتكست وعلى ايقونة اخرى خاصة بالفويس، يعني انت ممكن تدخل فويس. طبعا هذا الامر مهم جدا، نتيجة البحث لازم تظهر لليوزر خلال ثانيتين. List editing. The user may need to modify several elements from list simultaneously. يعني اليوزر ممكن احيانا بده يعلم اكثر من item في نفس الوقت ويعمل نفس الاكشن على هاي الايتيمز، وهذا بتصير معنا كثير. لما بدنا نبعث مجموعة من الصور بنروح بنعلمهم مرة واحدة وبنرسلهم مرة واحدة لهذا المستخدم او لهذا او اعملهم شير مرة واحدة. نفس الامر ممكن انا بدي احذف مجموعة من الصور، بديش كل مرة اعلم الصورة واحذفها لحال، لا بروح بعلم مجموعة من الصور مرة واحدة وبحذفها بضغطة واحدة. يبقى the follow of accomplishing يعني نحقق هذا الهدف. This is quite simple، بسيط جدا. The element in question are selected. الإليمنت طبعا بنقوم بعملية selected لإلهم اختيارهم. And the corresponding action is performed. والأكشن اللي أنت بدك تقوم فيه بتقوم باختياره، سواء تضغط على زر delete حذف لهي العناصر، تعمل move لإلهم تنقلهم، أو تعمل share لإلهم. يبقى الأكشن مختلف. لكن الليست editing موجودة عندي في كل operating system مختلف عن الآخر. يعني روحوا افتحوا الإيمج جاليري مثلا وجربوا اعملوا select لأكثر من صورة. بالأندرويد يكفي أنك تضغط ضغطة مستمرة على الصورة الأولى، بعدين ضغطة مستمرة بشكل continuous على الشاشة. كل أيقونة أو كل صورة أنت بتعلمها بيزيد عندك العدد فوقها، بكتب لك 2 selected أو 3 صور تم اختيارهم أو 4 صور تم اختيارهم. بعد هيك هنا بيظهر عندك مجموعة الأكشن أو البوسيبل أكشن اللي أنت بدك تقوم فيه. مثلا بدك تعمل لهم ديليت أو بدك تعمل لهم شير إلى آخره من هاي الأكشن المعروفة. يبقى هيك الشكل بده يكون في حال أنا كان عندي أندرويد. في حال كان عندي أي أو إس بدي أروح أعلم للتشيك بوكسز، يعني بضغطش ضغطة مطولة على الصورة أو على الملف، لا بكون في عندي هنا مع وجود تشيك بوكس بكون باي ديفولت فاضي، بضغط عليه بيتحول للشكل هذا، بيعطيني مارك اللي هو الصح بالطريقة هاي، وبيتغير اللون. يعني السيلكتد ايتم زي ما انتم شايفين هان في الويندوز سواء كان اندرويد او اي او اس تحول لونهم للغامق، يعني الغير معلم لونه فاتح لايت بنسميه، والمعلم اللي معمول له تشيك ليست هو لون غامق بنسميه اللي هو الدارك كلر، وكلهم من الجري سكيل، يعني كلهم من التدرج الخاص بالجري سكيل اللي هو تدرج السكني اللي هو بيكون مريح للعين، سواء كان سكني فاتح او سكني غامق او يقارب للاسود. هاي التدرجات اللي حكينا عنها بتكون مريحة لليوزر واللي بتلاقوها موجودة في معظم التطبيقات. في عندي برضو الديالوج بوكسز زي مثلا كونفورميشن مسج اللي بتظهر لما نضغط على ايتم معين واعمل له ديليت، مش مباشرة بينحذف هذا العنصر. ليش مش مباشرة؟ بتظهر لي بوب اب سكرين فيها ديالوج بوكس وبيحكي لي Are you sure you want to delete this item؟ لأنه العملية هاي صعب التراجع عنها، أنت بدك تحذف ايتم من داخل الأوبريتنج سيستم أو من داخل الأبليكيشن. فلازم نظهر ديالوج بوكسز لليوزرز، وهي الديالوج بوكسز اللي أنت بدك تصممها لازم تصممها بنفس الطريقة اللي موجودة داخل الاوبريتنج سيستم. يعني كيف الاوبريتنج سيستم بيعرض هاي الديالوج بوكس انت لازم تعرضها في التطبيق. There are particular cases in which users must be interrupted. Interrupted يعني ان اقطعه او اعطيه نوتيفيكيشن معين temporarily بشكل مؤقت to
to prompt a decision or better explain something. طبعا عشان انت تاكد عليه الديسيجن هذا اللي هو بده يتخذه هل هو صحيح ولا لا، او تعمل له اكسبلينين للاكشن اللي هو بده يقوم فيه وايش هي تداعياته. احيانا بقول لك هان انت تحاول حذف هذا الملف، يرجى العلم بعد عملية الحذف لا يمكنك استعادة هذا الملف. تظهر لنا بعض الأحيان رسائل زي هيك. هاي كلها الديالوج بوكس بتظهر لما احنا بنعمل ديليت لآيتم معين. يعني في حالة الأندرويد بيظهر الديالوج بوكس بالطريقة هاي. إذا أنت بدك تصممه في الأبليكيشن لازم يكون شكله نفس الشكل هذا. بده يحتوي على تو ايكونز ديليت وكانسل، وموجود هنا العنوان اللي هو ديليت دوكيومنت بالطريقه هاي من اليسار لليمين. اذا انتم ملاحظين هان موجود باللون السكن الغامق، هان موجود باللون السكن الفاتح، ديليت دوكيومنت موجوده في الوسط معمول لها توسيط، هان موجود معمول لها محاذاه لليسار، هان الكلام اللي بيظهر معمول له توسيط، هنا معمول له برضه محاذاة من اليسار لليمين. هاي كلها الفاكتورز او العوامل اللي انا حكيت عنها لازم تاخذوها بعين الاعتبار لما تصمموا الديالوج بوكسز. When boxes only contain notice، يعني احيانا بتظهر لي ملاحظات that don't require decision، يعني مش ان انا اعمل ديليت لعنصر معين، يعني بيظهر ليش ايقونتين كانسل وديليت. يعني انا بدي اظهر بيانات للطلاب. When books only contain notices that don't require decision they are only informative and have one button to be closed. يعني ما فيش شيء اكشن زي الديليت، فبكون عندي اكشن واحد بس او بوتون واحد كانسل. زي مثلا بوب اب سكرين بتظهر لكم لما تفوت على الاي ليرنينج، مثلا عزيز الطالب يرجى العلم مثلا انه جدول المحاضرات الخاصة بالزوم، او اضغط هنا مثلا لمشاهدة جدول المحاضرات الخاصة الافتراضية الخاصة بمنصة الزوم. هاي مثلا بوب اب، مجموعة من البوب اب سكرين او الديالوج بوكسز كانت تظهر لكم لما تفوتوا على الاي ليرنينج. ما كانش فيها زر ديليت، لكن كان فيها ايقونة اخرى اللي هي الكانسل بوتون. يعني انت بعد ما تقرأ بتضغط بس على ايقونة كانسل انه انت بس تغلق هذا الديالوج بوكسز. يبقى الديالوج بوكسز that require the user to make decisions in Android, iOS and Windows phone. To make decision يعني انه يختار هل يعمل delete او يعمل cancel. في عنا اللي هو notifications. notifications اللي هي الاشعارات. احيانا احنا بنكون مثلا عاملين sleep للجهاز او عامل لوك انت للسكرين، وفجأة بيظهر لك زي اشعار. يعني حتى الجوالات الحديثة بدأت تظهر لنا الاشعارات عن طريق الليد اللي بيظهر بالشاشة، وفي مجموعة من الاوبريتنج سيستم تعطيك ليد مختلف، يعني لون مختلف للضوء، احيانا احمر احيانا اخضر احيانا ازرق. يعني مجرد ما يجيني رسالة على الواتساب بيظهر لي بوب اب سكرين زي هيك بشكل، دائما بتكون هي عبارة عن سطر واحد وبيحكي لي one and read message from فلان الفلاني. يعني النوتيفيكيشن ما بكونش فيها تفاصيل كتيرة، وهذا مستخدمة كتيرة بالواتساب أو بالفيسبوك، خصوصا بالواتساب إنه بيجيك النوتيفيكيشن وبيجيك زي شورت كات بيعطيك، يعني ما يعطيكش كل التفاصيل، إنه محمد أرسل لك رسالة عن طريق الواتساب وبيعطيك جزء من الرسالة تقرأه، ما بيكونش فيه تفاصيل كتير. طريقة العرض للنوتيفيكيشن هاي بالاندرويد بتكون بالطريقة هاي، بالاي او اس بتكون بالطريقة هاي في اعلى الشاشة وبكون فيها تفاصيل اكتر. اذا انتم ملاحظين هي عبارة عن سطرين، هنا بكون في عنا برضو جزئين الها، بكون عنوان للنوتيفيكيشن وبكون في تفاصيل للنوتيفيكيشن في حالة الويندوز فون. Only Android offers in application native notifications، يعني موجود في library إذا أنت بدك تطور عن طريق الأندرويد ستوديو. While in iOS and Windows Phone they must be programmed. لكن إذا أنت بدك تطور لـ iOS أو لـ Windows Phone بدك تضطر أنه أنت تروح تعمل programming، يعني تبرمج هاي النوتيفيكيشنز
بإيدك، يعني مش حتلاقي إشي جاهز أو لايبراري جاهزة. طب ليش في لايبراري جاهزة بالأندرويد؟ لأنه عدد المستخدمين أو عدد المبرمجين أو عدد المطورين الموجودين بالأندرويد بيكون أكثر من الآي أو إس وأكثر من الويندوز فون، وقلنا إنه هذا عبارة عن أوبن سورس. الأندرويد الكل ممكن يساهم بهاي اللايبراري ويشارك، إنه يجعل عملية اللي هو البرمجة أسهل. دائما الأوبن سورسز بتلاحظوا فيها تولز كتيرة أو لايبراري كتيرة موجودة، على عكس الكلوزد سورس اللي هو زي الاي او اس وزي الويندوز فون. This notification appears for a short period of time. طبعا هذه النوتيفيكيشن تظهر لوقت معين قصير جدا، with text generally only one line. بشكل عام بس بتكون هي عبارة عن سطر واحد، وفي الغالب بتكون هي عبارة عن تكست. طبعا في عندنا هنا الكيبورد اللي بتظهر، يعني احنا احيانا حتى بالادوب اكس دي في مجموعة من الكيباد زي هاي او الكيبورد جاهزة، ممكن انتم تستخدموها اثناء عملية التصميم او التطوير. بتكون تلاحظوا انه شكلها مختلف، يعني هذا الاوبريتنج سيستم الاندرويد بيستخدم هذا الشكل، هيك الكيبورد بيظهر، هيك الكيبورد بيظهر بالويندوز الخاص بالاي او اس او الخاص بشركة ابل. حتلاحظوا في اختلاف، هنا فيش نيكست مثلا، هنا في نيكست. هنا بيظهر بالويندوز فون الاكس هذا مثلا اللي هو التراجع عن الليش اللي انا كتبته، موجود في اعلى الشاشة، انا موجود في اسفل، انا موجود في الاسفل. طيب الداتا انبوت، كيفية ادخال البيانات للتطبيق. داتا انبوت on a mobile phone can be tedious when fields require that use of the keyboard, an element that occupies a large part of the screen and make navigation difficult when introducing information. All operating systems have developed different keyboard depend on the kind of the text to be entered. هنا بنحكي احنا على الكيبورد، وانه هذا الكيبورد بياخذ حيز كبير من الشاشة، فبالتالي طريقة تصميمه بدها تكون انتليجنس ذكية. عشان هيك ما بتلاحظوا انه هنا بيعرض لي الارقام فقط، يعني لانه الكيبورد ما بيعرضش الارقام كلها، وبيعرضش الرموز كلها، وبيعرضش الاحرف كلها مرة واحدة، لانه الشاشة ما بتسعش لكل هاي التفاصيل. طيب لو انا بدي الاحرف بروح بضغط هنا على ايقونة معينة بتنقل لي للاحرف، وفي ايقونة معينة بتنقل لي للرموز. مثلا هذه الايقونة لو ضغطت عليها بتروح على الرموز. يبقى هذه الشغلات برضو بدنا ناخذها بعين الاعتبار. alternatively بشكل مختلف، there are also hardware components such as location sensors, cameras and microphones. هذه طبعا النيتف ابلكيشن قلنا من ضمن الكاركترستيك تبعتها او البروبرتيز اللي بتميزها، ان هي ممكن تستفيد من مجموعه السنسورز اللي موجوده بالسمارت فونز، وضربنا مثال على الجي بي اس والاكسلوميترز والكاميرا والمايكروفون. يعني لو بدي اطور نيتف ابلكيشن استطيع قراءه الصوت الخاص بالمستخدم عن طريق ان انا اروح اطور أيقونة زي الموجودة عندي هان، أضغط على المايك وأعمل ريكوردينج للصوت الخاص باليوزر. ما فيش داعي إني أظهر له الكيبورد بالطريقة هاي وتأخذ حيز مني على النافذة وتعمل إخفاء للكونتنت أو للمحتوى المهم اللي أنا عارضه لليوزر. لا، مباشرة بظهر له هاي الأيقونة اللي بتظهر لي المايك، ومباشرة في الحقل بتم كتابة الكوماند اللي هو اللي حكاه اليوزر. يعني هنا بتظهر لي مسج بالطريقة هاي، tab mic to start speaking. بنضغط على المايك حيصير شكله بالطريقة هاي، حتحكي مثلا كلمة restaurant، حيظهر عندي هان restaurant بدون الحاجة لانه انا اروح اظهر هاي الكيبورد اللي حجمها كبير واللي حتغطي لي الكونتنت او المحتوى المهم الموجود عندي داخل الابليكيشن. telephones microphone can be used for data entry
without the need to use the keyboard as in the case of Google. وشركة جوجل طبعا بتعتمد اعتماد كبير على الأيقونة هاي الخاصة بالمايك، وحكينا أنه الأطفال الصغار بيستفيدوا منها بشكل كبير، ويمكن بنلاحظ هاي الشغلات باللايف ديلي أو بحياتنا اليومية أنه الأطفال فعلا بيستفيدوا من هاي الأدوات وهاي التولز اللي بتوفرها شركة جوجل. طيب شكرا جزيلا لاستماعكم، هذا كان اللي هو التسجيل الخاص بالشق الثاني من الشابتر السابع. ضايل عندنا جزئية بتتعلق بالجستشر اللي هي اللمس وكيف التعامل مع النافذة، إن شاء الله هاي حنسجلها في لقاء آخر. شكرا جزيلا لاستماعكم، نلتقي إن شاء الله في تسجيل آخر.